سر پہ باغ تو ہی دکھ بوب. مگر کیا کرو پرت جائی بات نو ایمی توحید کی سنت کی رنگین گو پرت جائی بات نو ایمی توحید کی سنت کی رنگین. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل من وعليت ولا يئس من ناديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا أمة مسلمة لك وعلنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وافرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نسوها وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا والتوبة نسوها وتوبة نسوها وتوبة نسوها. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا بعد الموت ولا
اللهم يا قاضي الحاجة يا نافي البرية يا كافي المهمة يا شافي الأمراض اشفى مرازنا اشفى مرازنا يا هلال المشكلة هل لكل مشكلة خلا يا منزل البركات اللهم اشفنا واشف يا مراز الهازلين اللهم اشفنا واشف يا مراز الغائبين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر المسلمين في كل مقام اللهم انصر المسلمين في شامنا وفي يمننا وفي الباكستان وفي الافغانستان وفي سوريا وفي سوريا اللهم انصر المسلمين في الكشمير اللهم انصر المسلمين في الكشمير اللهم انصر المجاهدين في الكشمير اللهم انصر المجاهدين في العالمين اللهم انصر المجاهدين في شامنا وفي يمننا وفي سوريا وفي فلسطين وفي البوسنية وفي البوسنية وفي الباكستان وفي الأفغانستان اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله